طب خلينا نختم هذا الحوار بسؤال عن وأنت قريب من الأداء الإعلامي المصري في هذه القضية الدولية، نتكلم على حرب مش قضية محلية، وكان عندك وجهة نظر في مصر قبل ذلك لما كانش في منصات، منصة إعلامية دولية مصرية، كان الموقف المصري بيبقى عليه كثير من الرتوش وعليه كثير من الهوامش. المرة دي انت عندك منصة إقليمية، قناة إقليمية للقاهرة الإخبارية، ازاي قدرنا بالخطاب الإعلامي تبقى الموقف المصري والرسالة المصرية واضحة جدا أمام العالم؟ لا، حصل تغير كبير بوجود القاهرة الإخبارية على سبيل المثال، لأنه قبل ذلك لم يكن لنا صوت على المستوى الإقليمي أو قناة يتم متابعتها باعتبارها قناة إقليمية تقدم الخبر والتقرير على مدار الساعة. ما فعلته القاهرة الإخبارية أعتقد أنها مسألة طرح الرؤية المصرية ساعة بساعة وتقديم الرأي الرؤية الحقيقية لما يجري على الأرض، بدليل أن أنت في الأيام الماضية بتجد أنه كان هناك كثير من الأخبار التي قام مسؤولون مصريون بتصحيح معلومات فيها كثيرة وردت في دوائر أو في قنوات إعلامية أخرى. لو لم تكن لديك هذه القناة وما كنت تقدر أن على تصحيح هذه المعلومات أو تصحيح هذه الصور، التدخل بالتصحيح أعتقد أنه كان وتقديم الرأي أو تقديم الرؤية المصرية بهذا الشكل أعتقد كان مطلوب. والنجاح ده أعتقد أنه يمكن البناء عليه، لأنه اختصرت كثير من عمر تأسيس هذه القناة، أنها يعني خلقت نوع من المصداقية في الإعلام المصري إلى حد كبير في المنطقة، أصبح اليوم يعني بيشار إليها باعتبار أنها منصة رئيسية للحصول على الخبر، وخصوصا في ظل انه انخراط مصر بشكل واضح في هذا الصراع. ناس كتير لما بيقولوا احيانا انه هي مصر فين من الحرب، فبقول لهم دايما ان مصر في جوه الحرب، يعني مش مهم يبقى فيه الـ يعني انه التواجد المباشر بالقوى العسكريه، ولكن انت في قلب المعركه. احنا كمان سدينا فجوه مهمه جدا في السباق الاقليمي على امتلاك القنوات الفضائيه. كان لابد لمصر انها تدخل في هذا السباق، لانه كل دولة تقريبا في المنطقة، الدول الاساسية والمحورية لديها قنواتها، فكان من المهم ان يكون لديك الصوت المصري الذي يصل الى كل سكان المنطقة وخارج المنطقة. هذا الامر يحتاج الى مزيد، ويحتاج الى مزيد من التواصل. يعني أنا فعلا يعني بأحيي كل من قام على هذا المشروع، هذه الفكرة، لأنه دائما في الأزمات الكبرى بتظهر أهمية مشروعات بعينها وأهمية أفكار بعينها. وأعتقد أنه هذا المشروع مش عايز أقول أنه بيستعيد فكرة أنه مصر تقود على المستوى الإعلامي في المنطقة، لكن نستطيع أن نقدم بالمصداقية والرأي السليم والمعلومة الموثقة وعدم الجري وراء السبق لمجرد السبق أو الظهور. أعتقد أنه هذه الأمور أعتقد ستضع منظومة الإعلام المصري وعلى رأسها القناة الإخبارية في مزيد من التقدم. شكرا جدا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، كنت معنا في الشهر.